السلام عليكم الزولفلاو، نديرو نعرف لايك على هذه الصورة والفيديو هذا الرائع جدا من رياض بودبوز. راهو يصلي هذه قال لك بعد المباراة مباشرة. بودبوز صلى المغرب، المايسترو ملتزم وزيد فنان ويسجل لنا الأهداف إن شاء الله. سيكون كلمة هذا الموسم. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق. نعطيكم أخبار متنوعة يوم السبت 12 أكتوبر 2024 على الساعة 6 ملعب حسين أيت حمد تيزي وزو بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة. راح نحكي على غيابات شباب قسنطينة لمهمة جدا لشبيبة القبائل، هذا موضوع وهذا آخر. وأيضا في هذا الفيديو راح نحكي لكم على قنوات عالمية ستكون حاضرة في الملعب الجديد في المقابلة القادمة، على غرار دوك نحكي لكم شكون هي القناة التي العالمية اللي راح تكون ربما دير روبورتاج أو كذا على ملعب حسين أيت حمد. هل ستنقل المباراة اللي هي نقصد بها البيين سبورتس القطرية؟ وقال لك الملعب سيكون مكتظا لأكثر من 250 ألف متفرج، ولكن قال لك بالك في تذكرة راح يطلقوا 42 ألف تذكرة وفقط. أظن بأن غيابات شبيبة الشباب قسنطينة في صفوف السياسي ربما غيابات مؤثرة على غير الحارس اللي هو في المنتخب الوطني. وهنا صورته مع صديقه السابق لاعب شبيبة القبائل مدني مع الحارس حارس شباب قسنطينة. هذه صورة تعبر كل شيء. المهم شبيبة القبائل ستستفاد من غياب هذا الحارس وأيضا مهاجم خطير جدا خاصة هذا الموسم اللي سجل تقريبا 4 أهداف في 4 مباريات، مهاجم يعني قاعد يسجل للسياسي. تأكد غيابه بسبب الإصابة. إذن تقريبا 2 قطعات من التشكيلة الأساسية اللي هو حارس مرمى، وزايد عندك المهاجم بن شعا من أحسن اللاعبين في شباب قسنطينة هذا الموسم. بن شعا هو الحارس، هذه لافونتاج تاع شباب القبائل وجب الفوز والضغط بالدقائق الأولى. نتمنى التوفيق لشبيبة في هذه المباراة. لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. في جي اسكا، إن شاء الله فيه خير وجيبوا ربي.